وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوق لا يعطي الرحيق ولا العنب. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. في إله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب. إليك غصونا دانيات قطوفها ومنبع خيرات يفيض وقد نظم. سلام وإحسان وصبر وجيرات وأفعال خير.